دي بقى يا حسونة، خد دي. يلا هلا هلا هلا. فارس لفها له لفة جاتوه، وحسونة حطها على طريقة مارادونا. الله عليك يا حبيب والديك. أيوة كده يا حسونة. هلا هلا هلا. والحارس الله يا ابني. يلا يا همام شوت. ها الكرة سافرت بعيد قوي قوي، وانت اللي سفرتها، يبقى انت اللي تسافر تجيبها. امال ايه؟ كده كده كنت هجيبها من غير ما تقول يا حسون. مش لاقيها خالص. يعني هتكون راحت فين؟ الأرض انشقت وبلعتها؟ يا خبر لو الكرة دي كمان ضاعت. أنا الحاجات اللي ضاعت مني أكتر من الحاجات اللي كانت عندي أصلاً. هو ده وقت هزار يا حسونة أنت كمان؟ اهدوا بس يا جماعة، خلونا ندور كويس. ايه الجير ده؟ اني اول مرة اشوفه. يا خبر ابيض، ايه ده؟ ده غويط قوي قوي. شكل الكرة وجعت فيه. يوه يا رب نلاقي الكرة بقى. اني بقول كفاية لعب لحد كده. حجة البليد بقى، هو عشان خسران عايز تسيب الماتش وتخلع. خلي عندك روح رياضية يا همام. مش هرد عليك يا حسون. تعرفوا ان مية البير بتبقى اسمها مياه جوفية، وبتبقى مية نقية جدا. يا سيدي يا سيدي، ده بير مية وانت بير معلومات يا بكار. حلوة دي، ها حلوة. أنا جعان قوي. خدوا يا أولاد، جايب لكم سمك مشوي طازة. يلا تلاقيكم جعانين. انتوا لاحظتوا اني لما قلنا عايزين الكرة ترجع قامت رجعت على طول، ولما قلت اني جعان عم جردوني جاب الأكل. فعلا دي صدفة غريبة قوي. مش صدفة، أني حاسس ان ده البير المسحور اللي خالتي كانت بتحكي عنه. ويطلع ايه البير المسحور ده كمان؟ خالتي كانت بتحكي لنا عن بير في الجزيرة اسمه بير الأمنيات. سموه كده علشان لما بتتمنى أمنية وتقولها وانت واقف عنده بتتحجج على طول. أيوة فارس كلامه صح. لا طبعا يا حلو، مفيش حاجة اسمها كده. ولا انت ايه رأيك يا بكار؟ ها ايه رأيك؟ ها في الحقيقة مش عارف.